أكد معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أكد على الدور البارز الذي تطلع به المشاريع الاستثمارية البحرينية السعودية في القطاع الخاص باعتبارها ذراعا اقتصاديا ومحركا فاعلا لدعم النمو الاقتصادي، منوها بمستويات التعاون الاستثماري بين البحرين والسعودية وأهمية مواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة. وأشار الفالح إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على مبادرات عديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وذلك حسب توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتخصيص صندوق متخصص للاستثمار في مملكة البحرين. ومن جانبه أكد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات على حرص مملكة البحرين لمواصلة خلق المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطوير وتنمية القطاعات الحيوية وتحفيزها نحو النمو الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالغ لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والدفع بها نحو تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأكد سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي أهمية الدور المحوري للسعودية تجاه القضايا السياسية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي بالمنامة بمشاركة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي البحريني. وأكد سعادة السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك أن هناك فرص متاحة وكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. في ظل الاهتمام المشترك والتكامل في الرؤى بين مملكة البحرين والشقيقة المملكة العربية السعودية، تنعكس تلك العلاقة الأخوية بروابطها التاريخية على العلاقات الاقتصادية والتجارية. اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي الخامس يأتي ليترجم تلك الجهود والمساعي لتعزيز الاستثمارات والتبادلات التجارية في كلا البلدين. طبعا عقد المجلس البحريني السعودي على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي للبحرين، وعليها طبعا هناك جدول أعمالنا مليء بالتوصيات اللي رفعت إلى المجلس التنسيقي وإلى الوزراء بالنسبة لمعالجة العوائق التحديات، بالأخص شهادة المنشأ اللي هي احنا نشوفها عائق كبير مؤثر على التصدير. واحنا كذلك تعرفنا وعرضنا على أصحاب المعالي إن بعض المشاريع الاستثمارية. الاجتماع كان ثري من كافة نواحيه، سواء الأعمال المقترحة أو الأعمال السابقة، فمن ميزاته حضور المعالي وزير الاستثمار السعودي ومعالي الوزير البحريني لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية ووضع العمل في الإطار القويم الذي ننشده كشعبين. دائما ورش الأعمال والمجالس التنفيذية تسعى لإحقاق التكامل النوعي حقيقة في مجال التجارة والاقتصاد والتكامل النوعي في النهضة التنموية بين البلدين. تركيزنا اليوم كان على كثير مواضيع مهمة، منها السياحة بين المملكتين والتطوير في الاستثمار بين المملكتين، وأيضا شلون احنا نقدر نساعد القطاع الخاص في التصدير إلى المملكة العربية السعودية ومن المملكة العربية السعودية إلى البحرين، ونسهل أمور إجراءات لهم على أساس أنه يكون في نمو في المملكتين. إنجازات ملموسة حققها مجلس الأعمال البحريني السعودي، من ضمنها وضع خطط استباقية لمواجهة كافة التحديات التي قد تواجه المستقبل الاقتصادي للبلدين.
احنا ناقشنا امور كثيره منها التبادل التجاري عبر الجسر الملك فهد، بعض الاشكاليات في موضوع شهاده المنشا، بعض الاشكاليات في موضوع مثلا تاكد ان الجمارك تكون واضحه، في امور كثيره ناقشناها نتاكد من ان البضائع بين البلدين تكون يعني بشكل بتتوسع أكبر. حجم التبادل التجاري أعتقد وصل لـ40 مليار ريال، وهذا رقم جيد، لكن طبعا ما في شك أنه الطموح أكبر بإذن الله. هذا الاجتماع ينعكس النفع لرجال الأعمال في هذا المجلس التنسيق الأعمال السعودي البحريني، وكان هذا المجلس أعطى حقيقة يعني داعم لرجال الأعمال في جميع تطلعاتهم وفي جميع تحقيق إن شاء الله ما يصبون إليه. أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك الذي تستضيفه مملكة البحرين طرح بعض المشاريع التنموية والتوجهات الاستراتيجية في ضوء قراءة المتغيرات في المشهد الاقتصادي. الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال البحريني السعودي يأتي امتداداً لتعزيز ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية في ظل الاهتمام المشترك والروابط الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.